السلام عليكم، نتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غندوي معكم على خاصية جديدة اللي ابتكرتها اليوتيوب اللي كتساعدنا اننا نتفاداو مفاجآت من بعد ما نحطو شي فيديو اكثرية، ولا كان الفيديو كان عندنا يعني مخذ من شي قناة اخرى. هاد الخاصية غتشوفوها معنا جميع، تابعونا حتى الاخر. كما كتشوفوا مشيت عند ميتر اونلاين اون فيديو، يعني كتمشي عادي كما كتبغيو ديروا اي فيديو كديروا ليه التحميل ديالو، كتمشيو عند البلاصه ديال الفيديو فين كاين باش ديروا ليه التحميل، سيليكسيوني دي فيشي، كتمشي تشوف فين كاين لي فيشي ديالك. هاد الخاصيه اللي ابتكرتها دابا اليوتيوب اللي يلاه عاد جديده، نورمالمون بانت في شهر 3 2021، اللي هي كتمكننا باننا نعرفوا واش عند كاين دي دغوا دوتور في الفيديو اللي غنحطو اكثريه، ولا كنا استعملنا دي زوديو او القطات اللي كيكونوا مخودين من شي فيديو اخر. مثلا انا هنايا كما كتشوفوا في الديتاي كنمشي ناخذ الفيديو ديالي، كندير ليه العنوان عادي والديسكريبشن لحساب نتومايا، انا غنمشي ديريكت في الموضوع، نخلي ديسكريبشن وشي لاخر من بعد باش نديرو. كنمشيو ديريكتومون للفيريفيكاسيون، كنخليو ان ليطاب الثانيه اللي غتكون من بعد لامبورطاسيون ديال الفيديو هي الفيريفيكاسيون ديال دغوا دوتور. هاد الخاصيه يلاه تزادت، هي اللي صراحه تزادت وصراحه زوينه بزاف، كتخلينا اننا نتفاداو بزاف ديال المفاجات اللي يقدروا نلقاوهم من بعد ما اننا نامبورطيو ديريكتومون الفيديو، اننا نامبورطيو ديريكتومون الفيديو بلا ما اننا نديرو فيريفيكاسيون هي الاولى. كما كتشوفوا ولا لاحظتوا الفوق كاع عندنا اونغوجيسترو اون طون كوبريون، مادام حنايا باقيين ما درناش سويفون، يعني ما وركناش سويفون، نقدروا نهبطوا للفونيتغ عادي وكيبقى على شكل بغيون، على شكل يعني بحال كنقولوا حنايا بالعربيه وسخ، يعني كيبقى لينا بغيون تمايا حتى كتسالي لينا لامبورطاسيون من كامله. كما كتشوفوا ابري لامبورطاسيون كاين لو فيريفيكاسيون كما كتشوفوا دغوا دوتور، وعندنا انه كيدير اون اتون ديال الفيريفيكاسيون ديالو ديال لو دغوا دوتور. من بعد ما كتسالي الفيريفيكاسيون ديالنا كيعطي لينا واش فيه شي بروبليم، كما كتشوفوا هنا اوكان بروبليم ديتيكتي، لانه فيديو 100% ديالنا. لو كان عندنا هذا الفيديو مثلا فيه شي دغوا دوتور كيعطي لنا الحق اننا نصاوبو ونقادو فيه، مثلا نبدلو الموسيقى او نقطعو المقطع اللي فيه دغوا دوتور، وبهذا الشكل كنتفاداو اننا يكونوا عندنا دي ريكلاماسيون بزاف في القناه ديالنا. كما كتشوفوا هذه هي الخاصيه اللي قلت لكم انها زادت من بعد ما عطالينا اننا اوكان بروبليم. كنمشي انايا عادي كنكمل لي زيتاب ديولي العاديين باش انني ندير ميزون لين الفيديو ديالي. كما قلت لكم هاد الخاصيه كتفيدينا، هي صراحه عمليه جدا لانها كتخلينا اننا نتفاداو المشكل ديال الريكلاماسيون اللي كيكونوا عندنا بزاف في بعض المرات، يعني في القنوات الاكثر، القنوات اللي كيكونوا كيستعملوا لي فيديو الفيديوهات المعاده، يعني المعاده انتاجها كتكون ديجا كانت في شي قناه اخرى وتعاودات بيبليات في القناه ديالو. فوالا كيما كتشوفوا حنايا سالينا الفيديو ديالنا، ما علينا دابا غير نزيدو فيه دي زيليمون في الفيديو، انا غنخليهم حتى من بعد، ما كاين ما بقى ليا ندير بيبليي كيما كتشوفوا، وغندير صافي وغنشر الفيديو ديالي حيت ما فيه حتى شي مشكل. كيما قلت لكم تقدروا الا لقيتوا فيه شي مشكل راه كيعطيكم الخاصيه ديال انكم تموديفيو في الفيديو ديالكم قبل ما ديروه ديروا ليه البوبليكاسيون ديالو، وهكذا صافي ما كتحصلوا على حتى شي ريكلاماسيون، وبعد المرات حتى مخالفه كتفاداوها بهاد الطريقه. نتمنى ان الفيديو ديالي يعجبكم ديال هاد اليوم، ما تنساوش ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم ولي كومونتير والاسئله ديالكم بطبيعه الحال، ولا كانوا عندكم شي اسئله الى فيديو اخر الى معلومه اخرى ان شاء الله، والى اللقاء.